التأله أو التجلي، عيد التجلي، مش رح أذكر الحادثة لأنكم كلكم قرأتوها في الإنجيل، ولكن سرد سريع. المسيح أخذ 3 تلاميذ، بطرس ويوحنا ويعقوب، صعد على جبل ثابور، وهناك بعد ما كان يصلي اتجلى أمامهم وأصبح نور المسيح ووجه المسيح أقوى من أشعة الشمس وثيابه بيضاء. وهناك خافوا الرسل ووقعوا، وهناك بلش يتمتم القديس بطرس: حسناً أن نكون ها هنا لنصلع 3 خيام، واحدة إلي واحدة إلك واحدة لإيليا واحدة لموسى، كونه ظهروا التنين مع المسيح. وهناك وهو بيتكلم إجت سحابة وسمع صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. هاي الحادثة اللي على الجبل. هلأ بدنا نتكلم أكثر بنعمة ربنا. عيد التجلي هو غاية كل أعياد الخلاصية اللي تمها المسيح على التدبير الخلاصي، هو إعادة تأله الإنسان من الصورة التي سقط إليها إلى الصورة التي يجب أن كان عليها بالفردوس، الصورة اللي كانت خلقت من الله في الفردوس. لما كان الإنسان بده يطيع صورة يطيع أوامر الله، كان رح يصل إلى التأله من خلال أكل شجرة معرفة الخير والشر. ولكن في هذاك الوقت كان الإنسان غير مستعد أن يأكل من هاي الثمرة، فبالتالي أكل منها فسقط في المعصية. شو بتكلموا الآباء؟ وبفتكر ترجموا كتاب أبونا إبراهيم دبور. شو هي شجرة المعرفة الخير والشر؟ هي شجرة التأله. الله كان بده الإنسان يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ولكن متى؟ عندما كان عندما ينضج آدم وحواء من خلال استخدام إرادتهم الخاصة في إطاعة وصية الله من عدم مأكلتهم من هاي الشجرة، لأنه من خلال إطاعة الله ينضج الإنسان، أي يضع حريته ومشيئته بحرية ومشيئة الله. لما بالإنسان يضع مشيئته في مشيئة الله، هنا يتقدس الإنسان وتصبح إرادة الإنسان إرادة الله. هذا اللي حكاه المسيح وين؟ في الآلام: يا أبتا، إن كان مستطاع أن يعبر عني هذا الكأس، ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. عندها بتصبح إرادة واحدة عند الإنسان، هي إرادة الله، أن يعمل إرادة الله. فبالتالي الله منع الإنسان في الفردوس إن يأكل من هاي الشجرة لأنه كان طفل. بشبهنا الآباء، مين فينا بطعم واحد رضيع لحمة رح يموت مباشرة، رح يختنق ويموت. فالطفل الرضيع العمره يومين وشهر ما بيقدر أن يمضغ اللحمة ولا بيقدر إنه يهضم اللحمة، فبالتالي رح يموت، مش رح يقدر، رح يستفرغها. وهيك نفس الشيء آدم كان ما بيقدر يأكل من شجرة معرفة الخير والشر لأنه لساته طفل في الحياة الروحية. كان يجب أن تختبر إرادته حتى ينمو في النمو الروحي والنضوج الروحي، حتى يعمل إرادة الله، ومن خلال عمل إرادة الله ووصية الله يصل إلى القداسة، ومن ثم يسمح له الله أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. فسقط الإنسان من هاي المعرفة، بدل أن يروح للتأله أصبح تحت التمرد، أصبح تحت المعصية، أصبح تحت الخطية، أصبح هو متفكك روحياً، أصبح الإنسان بعيد عن الله في طريق الخطية. عشان هيك كل الأحداث الخلاصية والتدبير الخلاصي اللي تم من خلال التجسد الإلهي لحديت سر العنصرة إلى العنصرة إلى حلول الروح القدس، هو عمل متكامل
لإرجاع الإنسان إلى الصورة التي سقط فيها، لا بل أعظم، أن يصبح الإنسان إله. فبالتالي شو خلق الإنسان وشو هدف خليقة الإنسان؟ هو الله عنده هدف واحد. الله لم يخلق الإنسان للعبودية، نحن لم نخلق لنعبد الله، نحن لسنا عبيد لله. الله خلق الإنسان من محبته للإنسان لكي يؤله الإنسان ويصبح الإنسان شريك لله في الملكوت السماوي. الله أراد للإنسان أن يكون، أن يحيا معه حياة محبة متبادلة ومشتركة في داخل الفردوس والملكوت السماوي. لم يخلق الله للإنسان للألم، ولم يخلق للدموع أو البكاء، خلق للفرح الأبدي، حتى يكون ابن النور، ابن الله، ملك في مملكة أبيه في السماوات، وأن يصبح الإنسان إله، وأن يكون إله بالنعمة. مش بحكي العهد القديم، ألم يقل الكتاب أنكم آلهة؟ خلقنا لنكون آلهة بالنعمة في الفردوس. عشان هيك كل التدبير الإلهي حتى يرجعنا للهدف الوحيد من الخلق، أن نكون آلهة بالنعمة. شو هو التجلي أكتر؟ التجلي اللي صار في يسوع أو اللي أظهره يسوع هو أظهر مجد الطبيعة الإنسانية بقدر ما استطاعوا التلاميذ أن يروا من هذا المجد. فبالتالي ما كانوا بيستطيعوا أن يروا هذا المجد الإلهي إلا بالقدر المستطاع إنسانياً، لأن ربنا حكى لموسى لا يستطيع إنسان أن يراني ويبقى حياً، أي لا يستطيع أحد أن يكشف أعماق الله، وإلا بيصير إنسان الله، وإلا الله كان بتكاثر، وإذا الله بتكاثر معناته ممكن يضمحل، حاشا. فالله أظهر مجده لتلاميذه، وهون منشوف في نقطتين رئيسيات: النعمة الإلهية تكشف للإنسان، للتلاميذ الثلاثة، عن مجد الطبيعة الإنسانية الممجدة في المسيح. والنقطة الثانية هي استحقاق الإنسان للرؤى الإلهية. يعني المسيح حاضر وموجود في بناتنا، المسيح كل يوم في القداس الإلهي، المسيح كل يوم منتناوله جسد ودمه، ولكن بسبب عيوننا الخاطئة ما منشوف المسيح، منشوفه قدامنا خبز وخمر. ولكن كثير من الآباء القديسين شافوا كيف لما بيدبح الكاهن الذبيحة، كيف بتيجي الملاك وبيطعن طفل صغير وبيقسمه، وكيف بصب دمه بالكأس الإلهي. هذا أنا ما منشوفه، لأن بشر عنا خطايا، لسه مش واصلين للنقاء الإلهي اللي وصلوا الأباء، أي التجلي الإلهي، حتى نقدر نشوف الأحداث الإلهية اللي بتتم بالقداس الإلهي. مثل تاني بيحكونا الأباء، لما منطلع بالدورة وبتسبقنا الشيروبيم والكروبيم وكل هاي، كثيرين من الآباء كان يشوفوا الملائكة بمجد إلهي موجودين في الدورة قبل القرابين، لأنه إحنا بنحكي القرابين شو هي؟ المجيء الطوعي للمسيح إلى الآلام الخلاصية. عشان هيك من دور الدورة ومنحط المسيح في القبر على المائدة المقدسة. بيحكونا الآباء لو بتنفتح عيون البشر ويشوفوا هاي النعمة الإلهية الموجودة في القداس الإلهي وفي الكنيسة، كنا منسقط على الأرض رهبة. عشان هيك التلاميذ لما شافوا مجد المسيح سقطوا على الأرض منكبين. هذا الذهول، هذا العظمة، عظمة الله، بيحكونا الآباء بتخلي الإنسان لا شعورياً يسقط. وهذا إذا بتتذكروا يوحنا في الرؤيا لما ظهر له الله سقط على الأرض والمسيح أقامه.
هاي هي النعمة الإلهية الموجود فيها الكنيسة الأرثوذكسية، ولكن إحنا ما منشوفه. عشان هيك في كتاب كتير حلو اسمه ظهورات ورؤى في القداس الإلهي، ياريت تقرأوه، رح تشوفوا اللي إحنا مش عمالنا منشوفه بسبب خطايانا وبسبب بعدنا عن الله، رح تشوفوا منظور أشياء الغير منظورة حقيقية وواقعية. عشان هيك بيهاجمونا الطوائف الثانية وبيحكونا أنتوا يا الأرثوذكس تقليديين ورجعيين، لأنهم ما بيعرفوا ولا بيحسوا ولا بيفهموا شو معنى حضور الله في الكنيسة وفي القداس الإلهي. كثيرين من الأباء بيحكونا لو عنا هذه النقاوة الإلهية أي التجلي، كان كثيرين من خاف ندخل من الكنيسة، لأن هالكنيسة عبارة عن المجد الإلهي. بيحكونا لما ببلش الكاهن مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، كان يشوفوا كيف هم بدخلوا داخل أمام الملك الإلهي ملك الملوك ورب الأرباب، وتحتفوا مثل ما بيحكي الإفشين تحت ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا. بعدين بيلتفت يا معشر الشروبيم، لأن ملك المجد مزمع بالدورة أنه يصير. هاي هي مجد الأرثوذكسية، ولكن هاد بسبب خطايانا إحنا ما عمنام ما نشوفه. طيب كيف بدي أتأله؟ كيف بدي أصبح إله؟ أعطانا إياه المسيح، طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. إذا بدك تشوف الأحداث الإلهية وبدك تشوف الله، أعطانا الإمكانية المسيح، أعطانا من خلال إشي واحد، نقاوة القلب. ما تحكوا لي وما تسمعوا لي للناس اللي حكي لهم اللي ظهرت لهم العذراء وبيحكوا لكم شفنا العذراء وشفنا المسيح وظهرت لنا المسيح العذراء بالطبخة والمسيح بيحكي معاي كل يوم وأنا بتكلم مع الأيقونة والأيقونة بتحكي معي وأنا المسيح بيظهر لي بالحلم وبيخبرني وأنا بحكي لي مار شربل ومسجات وكلهم هدول كلهم دجالين، سامحوني على البحكي. لا يستطيع أحد أن يرى الله بدون نقاوة القلب. من ثمارهم تعرفونهم بحكي المسيح. لما تصل لنقاوة القلب عندها تستطيع أن ترى الله وجه لوجه. نقاوة القلب بسبقها أربع مراحل. خلينا نحكي بإشي بعدين أجي للمراحل الأربع. بدي أتكلم عن صاروخ. أبونا ديمسكينوس ريس دير ميجرا في الرهبات الأردنيات الأربعة الموجودين في ميجرا كان يتكلم عن صاروخ. هذا الصاروخ اللي بيطلع الإنسان من الأرض إلى السماء، بداية هذا الصاروخ هو الإيمان العقائدي، الإيمان العقائدي المستقيم الرأي أي الأرثوذكسي. قاعدة الصاروخ اللي بده ينطلق إلى الملكوت إلى الله هو الإيمان العقائدي السليم الخالي من الشوائب. أي إيمان غير سليم أو هرطوقي لا يستطيع أن يكون قاعدة سليمة لبناء هذا الصاروخ وصعود هذا الصاروخ إلى السماء. عشان هيك بيحكولونا هذاك بيعمل عجائب وهو في طائفة تانية، وهذاك عماله أبونا منشوفه بيحكي له خد الروح القدس وبيبكي وبوجع الناس قدامه. هذا كل الضلال بما أنه لا يمتلك الإيمان الأرثوذكسي المستقيم الرأي، فباطل الأباطيل، باطل حتى لو أقام موتى. اسمعوا شو بيحكي المسيح، اسمعوا شو حكوا للمسيح: يا رب أليس باسمك قد تنبأنا؟ أليس باسمك قد أقمنا أموات؟
شو حكى لهم المسيح؟ الحق اذهبوا عني يا ملعين، الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، ما بعرف مين أنتوا. عشان هيك العجائب مش هي الإيمان ولا هي تؤكد صحة الإيمان. الشيطان بيعمل عجائب. بيحكي كتاب الرؤيا سورة المسيح الدجال، الشيطان رح تكون معلقة في كل بيوت المنازل، وصورته رح تحكي مع الإنسان ورح تعمل عجائب ورح تقيم موتى. فبالتالي ليست كل العجائب من الله، في عجائب شيطانية. بتشوفوهم بيمشوا على الجمر بدون ما يحترقوا، بتشوفوهم أمرات بعض النساك اللي بيلعبوا رياضة اليوغا، أمرات بيطيروا بالهواء، واللي بيعملوا مديتيشن واللي بيعملوا كل هاي الأمور بيطيروا بيرتفعوا عن الأرض، هذا كله شيطاني. فبالتالي الأعجوبة ليست كلها من الله. من خلال الإيمان العقائدي يقتنى الإيمان الشخصي، إيماني أنا، إيماني أنا يعتمد على نقطتين، على الإيمان العقائدي وعلى جهاد الروحي مع النعمة الإلهية. اشتراك اثنين، النعمة الإلهية المقدسة للإنسان الغير المخلوقة، وجهاد الروحي بقدر ما أنا أستعد في جهاد الروح وأقاوم الخطية الموجودة في قلبي. هنا ينتقل الإنسان، بيصير يبتعد عن الخطية بالعمل، ثم ببلش يعمل الفضيلة المعاكسة للرذيلة. وصلت شوي؟ أعيد. الإيمان العقائدي الأساس بيصير عندي الإيمان الشخصي بإيمان الكنيسة، الإيمان العقائدي أؤمن فيها بكل ما سلم إلي، إما من العنصر للأباء القديسين والرسل، أو من المجامع المسكونية، أو من كل كتب الأباء القديسين اللي عطوني إياها. هاد إيماني شو بعمل لي؟ بيخلي عندي حياة روحية تبنى على نعمة الله الغير المخلوقة اللي هي نعمة الروح القدس اللي بتساعدني واللي بتأذرني، والجهة الثانية هي جهادي أنا الشخصي. عشان هيك إحنا مش مثل الطوائف الثانية مثل المتجددين، الخلاص معتمد على النعمة الإلهية المجانية، هي على التنين، على النعمة الإلهية المتوفرة باستمرار والموجودة دائماً، ولكن تعتمد أيضاً على إرادتك الشخصية في قبول عمل النعمة الإلهية المطهرة في داخل قلبك، حتى يقتل الموت اللي فيك، أي يقتل الخطية اللي فيك وينقيها، حتى تبطل تعمل الخطية بالعمل وتصير تعمل الفضيلة المعاكسة للرذيلة اللي كنت أنت فيها، حتى تصبح أن تقتني الفضائل. وباقتنائك الفضائل شو بيصير؟ المرحلة الرابعة بيصير عندنا نقاوة الذهن، نقاوة الفكر، يصبح عند الإنسان نقي، ببطل يشوف. شو بيسموها الآباء؟ بيسموها الآباء اللاهوى. شو هو اللاهوى وشو هو الهوى؟ الهوى مش هوى، الهوى هو جذر الخطية. لما الإنسان بيكرر الخطية بيصير جذر للخطية موجود للقلب، عشان هيك بيصير عنا استعباد الخطية لقلب الإنسان، ومن ثم تستعبد إرادته، فيصبح الإنسان مستعبد إرادياً لقوة الشر أو لقوة الخطيئة الكامنة والساكن فيه. وهذا اللي بيتكلم القديس بولس في عهد رساله، اللي بيحكي أريد أن أفعل الخير ولكن بلاقي ناموس آخر جواتي يحاربني، مع أني بدي أعمل الخير بلاقي أني حالي بعمل الشر اللي ما بدي أعمله. وشو بيحكي هذا؟ هو الشر اللي كامن جواتي. هذا الشر اللي كامن جواتي بده يتخلق، هو جذور الخطية الموجودة في قلبي. عشان هيك مثلاً نحكي الله يسامحه، من عادته إنه بسرق لحاله بيلاقي إيده سرقت، أو من عادته بيكذب عادة. ليش صارت عادة؟ من كثرة تكرار الخطية
أصبحت متجذرة في القلب، فأصبح الإنسان يعملها لا إرادياً، مثل الحلفان، مثل الدخان مثلاً، أو مثل الحلفان. الحلفان صار الإنسان يحلف تلقائي، يحلف على كل شيء، صح، غلط، مزح، صارت عادة مع أنها خطية، ولكن أصبحت بالنسبة له عادة، لأنه بطل عنده اليقظة الروحية في معرفة الخطية ومعرفة ما هي عدم الخطية. فالهوى هو جذر للخطية متواجد بالقلب، اللاهوى هو جذور الخطية تموت في القلب، ويصبح الإنسان ابن الحرية، حر، يصبح القلب حر، ما عنده أي تسلط أهواء عليه، أصبح حر. هاي هي اللي بنسميها اللاهوى. ببطل، بيرجع شو؟ طفل، بيرجع طفل صغير. عشان هيك حكى المسيح: إن لم تعودوا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. هاي هي اللاهوى. اللاهوى أن يعود الإنسان إلى الفكر الطفولي، وليست العمل الطفولي، الفكر الطفولي، أي أن لا يعرف الشر. الطفل بيطلع مشلح، ما عنده أي إشي، ما عنده أي فكر، ما عنده أي هوى، ما عنده لا مستحي ولا إشي، عادي بالنسبة له، لأنه ما عنده أهواء، ما عنده أي هوى. عشان هيك بحكي إنه لما ببلش الإنسان يبتعد عن الخطية، بيقتني الفضيلة المعاكسة للرذيلة، بتنقى الذهن، ولما بتنقى الذهن بتنقى القلب، بيصير عند الإنسان متحرر من الأهواء، متحرر من الخطايا. هلأ لما بيصير الإنسان متحرر من الخطايا، يقترب من المحبة. ومن هو المحبة؟ الله، الله هو المحبة. فالإنسان هذا هو الصاروخ الروحي اللي كان يتكلم عنه الله يرحمه رئيس دير ميغرا أبونا دمسكينوس. رح نيجي المسيح، بفتكر هي الطوباوية الخامسة: طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعينون الله، فهي درجة خامسة. طب خلينا نشوف شو الدرجة الأولى. الدرجة الأولى هي: طوبى للمتواضعين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. إذن طوبى للمساكين بالروح، صح؟ شو هو المسكن بالروح؟ هو التواضع. فبالتالي أول فقرة من خلال التنقية القلبية حتى توصل للنقاء القلبي هو التواضع. والتواضع هو لباس الألوهة، مثل ما بتكلم القديس إسحاق السرياني: أن تلبس الله، أي أن تصبح مثل الله، أن تأخذ الفضيلة اللي فيها المسيح أخلى ذاته آخذا صورة عبد. المسيح انتصر على الموت من خلال التواضع، فأنت يجب أن تتأله من خلال التواضع. عكسي، المسيح تواضع وتأنس لكي يؤلهك، وأنت يجب أن تتواضع لكي المسيح يؤلهك. فأول فضيلة المسيح أعطانا إياها التواضع. فإيش هو التواضع؟ أي أن ينسحق القلب. شو أن ينسحق القلب؟ أن تعرف من أنت، تعرف أنت مين وإيش عليك خطايا، تدخل لقلبك، يجب أن تدخل لقلبك. القرن 21 الموبايل ما بعطينا وقت ندخل لحالنا، منكون على الفيسبوك، منروح على بعدين على الواتساب، منخلص الواتساب منروح على انستغرام، منخلص انستغرام السناب شات، منخلص بيكون اجاني رسائل جديده على الواتساب، وهلما جرى من كل هذا تيك توك، ايش هو هذا الجديد؟ فبالتالي الشيطان حربه في القرن 21 انه ما يعطي الانسان انه يجلس مع حاله. وهذا اللي صار مع مين؟ مع الابن الشاطر، ورجع إلى ذاته. الشيطان بخاف الإنسان يقعد هاي الدقيقة مع حاله، لأنه إذا قعد الإنسان مع حاله رح يتذكر إيش خسر، وين كان وين صار.
فأول إشي إنه يدخل الإنسان لقلبه وهناك يبلش يشوف حقيقته، هناك بده يتعرى أمام حاله روحياً أمام وصايا المسيح. هون ببلش الإنسان يعرف شو خسران وشو الخطايا المستملكة عليه والمستعبديته. عشان هيك بعد هيك شو بيجينا؟ طوبى للمساكين بالروح، بعدين طوبى للحزانة لأنهم يعزون. أنت لما بتعرف خطاياك وبتبلش تبكي عليها، طوبى للحزانة، شو بسمع المسيح بيحكي لك؟ لأنك ستتعزى. لما أنت بتبلش تبكي على خطاياك من خلال التواضع والتوبة، أنت بتبلش نعمة الله تسير فيك حتى يعطيك العزاء والنعمة الإلهية من خلال مغفرة خطاياك ومن خلال انتشالك من عمق الخطايا للخروج إلى ومن حضن الشيطان إلى حضن المسيح. طوبى للحزانة لأنهم يعزون. الثالثة، لما أنت بتحزن على خطاياك، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. شو بيصير عندك لما أنت بتحزن على خطاياك؟ بتصير مع التواضع، بتصير زي أكنك شو بدك كتير تتعرف على الله أكتر، وكل ما صارت عندك معرفة حب الله وتقرأ عنه وتصلي أكتر، كل ما ربنا رح يشبعك ويعطيك إنك تتعرف عليه أكتر، وكل ما تعرفت عليه أكتر كل ما زاد جوعك للمسيح، وكل ما جوعت للمسيح كل ما أعطانا طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. بصير قلبك رحيم، بتصير عندك الرحمة، بصير قلبك محب، لأنه الرحمة بتيجي من المحبة، بصير عندك هاي المحبة وهي الرحمة، هذا العطاء بتحول قلبك من قاسي لرحيم. ولما بتحول لرحيم بصير قلبك نقي. طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعينون الله. وبتصير أنت هاي النقاوة، في درجات حتى يصل الإنسان لمرحلة النقاوة. وهذا هو أمنا الوالدة الإله الفائقة القداسة اللي كانت كل حياتها حاشا للعذراء إنه نحكي إنها تنقت وهي من بطن أمها، وهيك هيك منبعد عنها كل جهادها الروحي اللي جاهدته على الأرض مثل ما بيحكوا البعض. لا، العذراء ما في زيها بالكون، لم ولن يأتي مثل قداسة والدة الإله، لا عمق تواضعها ولا عمق محبتها للمسيح وللبشرية. عشان هيك حكت: ها أنا أمط لله فليكن لي كما قلت أو كقولك. حتى الكنيسة حكينا حطت التجلي بهدول 40 يوم قبل الصلب، ولكن قبل أيضا عيد رقاد العذراء، لأن العذراء هي الوحيدة الموجودة في السماء بالجسد، هي اللي عبرت، اللي وصلت القداسة، وصلت التأله من خلال حلول الروح القدس في أحشائها اللي جسد ليسوع المسيح في داخل أحشائها الوالدية. وهون أصبحت العذراء هي المثل الأول في النقاوة والطهارة والتأله، وأعطتنا التحقيق لما عمل الله على الأرض، أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى التأله. وعشان هيك هاي العذراء أمنا فائقة القداسة هي أول من تألهت، ليس فقط في الروح ولكن أيضا في الجسد، وهي تملك مع المسيح أبديا وأزليا، وأعطانا إياها
ربنا شفيعة حارة مثل ما منتكلم، غير خازية غير مردودة، أعطاها ليوحنا وهو على الصليب، يا امرأة هو ذا ابنك. مش المقصود فقط أنه يوحنا يعتني فيها، ولكن أعطانا إياها إنها تكون شفيعة حارة، إن أم إن هي بتسمع كل واحد فينا. ما بفتكر مهما كانت قساوة أي أم فينا بتشوف ابنها جوعان وبتضلها قاسية عليه، وإحنا أشرار منعرف نعطي العطايا لأبنائنا، فكم بالأحرى والدة الإله. ولكن الله والعذراء حاضرين لعمل الأعجوبة أو مسامحتنا أو عمل إيش إحنا بدنا، ولكن لازم يكون حسب إرادة الله ولصالح خلاصنا. إذا كان لصالح خلاصنا الله سريع راح يحمله، ولكن إذا كان غير صالح لخلاصنا المسيح والعذراء لن يستجيبوا أو القديسين لطلبنا، لأنهم هم بيعرفوا يعطونا العطايا الصالحة. وبنهي بكلمات القديس يوحنا الذهبي الفم، بيحكي لما أنت بتطلب من الله إشي ويعطيك إياه أشكره لأنه أعطاك الإشي الكويس إلك، ولما أنت بتطلب من الله إشي وما يعطيك إياه برضو أشكره، لأنه لما ما يعطيك الإشي المضر إلك هو ما أعطاك إشي اللي ضرك، ولكن منع عنك فأعطاك إشي كويس، إنه منع عنك الإشي الشر اللي كان رح يصير إلك.